مسلسل في حقيقه في المستوى ودريس الروخ رائع، يعني بعد التقديم اللي قدم في هذا الاخراج في هذا المسلسل، وكان مستوى المسلسل كيطرق لمواضيع اجتماعيه كثيره وكيعالج بزاف ديال يعني من المخدرات لتعاطي المخدرات، من الانسان اللي كيكون طيب وبحال بحال السي الطيب، يعني قليل فاش نلقاو صغار فاش نلقاو شخص بحاله، وبكينا بزاف على عزيزي الطيب افتقدناه والله الا بكينا. غادي يخلي واحد البارا في المسلسل بصراحة ما نقدرش نعرف، حيت ما نقدرش نعرفوا تتم هذا المسلسل. دابا حنا متشوقين باش نعرفوا لا سويت بعدا ديال المسلسل، ما عرفتش يعني كيفاش الحالة غادي تكون ديال البنات، كيفاش غادي يكونوا يقدروا يعيشوا من بعد السي الطيب، يعني داك الشيء غادي نخليوه دايرين سوسبانس. وي وبيان سور غادي نكونوا مفتخرين به، وتحيه ليه من هذا المنبر، وحنايا فرحانين بزاف باش نكون يعني المخرج كينتمي لمدينتنا، وهذا شرف لينا صراحه كيشرفنا. السلسله الصراحه من ناحيه ديال الاخراج تبارك الله على دريس الروخ اللي هو ولد مكناس، وشرفنا في مدينتنا الحمد لله. ثلاثه المسلسلات تبارك الله، الله يزيدو والله يعاونو. كذلك الممثلين تبارك الله عليهم قاموا بإداء الشخصيات بشكل زوين بزاف، تبارك الله عليكم تبارك الله عليهم، تقمصوا الشخصيات بشكل رائع والله يوفقهم. وهذا مسلسل تبارك الله تشرف المغاربة كاملين، كان الأداء زوين، كان الإخراج زوين، كذلك السيناريست هو مزيان، تبارك الله عليكم خوتي. شكرا بزاف، شكرا لدريس الروخ اللي هو ولد مدينتنا، شكرا. كتفرجوا بنات العساس؟ وي بيان سور كنتفرجوا بنات العساس، فيلم في الحقيقه في المستوى، وكيعالج واحد الموضوع زوين اللي ديال هذا الوقت هذا، والمخرج ديالو مكناسي دريس الروخ كنحييوه من هذا المنبر، وتبارك الله عليه زعما فيلم في المستوى. في هذا الفيلم ديال القصه ديال الواحد تيكون فقير مسكين واصلا للعظم، وابخي كيسهل عليه الله وكيبقى الماضي تابعه ديالو القديم من الاول، يعني كيبقى تابعه، واخا داك الماضي واخا كيبغي ينساه كيبقى تابعه. فاش مات السي الطيب، لا ما نعاودلكش، تفكرت با الله يرحمه، ما بكيت حتى شبعت. وسي نورمال اي واحد فقد الاب ديالو راه كيبكي، وكاع اللي ما جربش الموت ما يقدرش يهضر عليها، فهمتي هادشي. من مكناس كنشكر دريس الروخ، وكنقول له مزيد من التألق ومزيد من الاجتهاد والعطاء. انا كان بحقيقه كيعجبني دريس الروخ فاش كان كيمثلو، حتى فاش ولا دار الاخراج كيعجبني بزاف، حتى الافلام ديالو في الحقيقه في المستوى تبعو وناضي وكيعجبنا. جاتنا ديال العائله كومبلي، يعني كنتفرجوا كنا كنضحكوا كنا كن يعني كل شيء ناشط، كل شيء واخد راحته، كل شيء واعد. يعني السلسله كتعبر على الواقع المغربي، على الواقع المغربي عائلي، يعني داكشي عايشينو الفري، ماشي زعما كنتفرجوا ولا داكشي كاين. وشكرا. عجبني فيه الشخصيات، عجبني فيه الافكار، عجبني فيه يعني كلهم. هذا المسلسل زويون، عجبنا الدار كامله، الوالده ديالي مع الاخ ديالي مع كل، يستاهل المشاهده ديالو يستاهل. وحنا قلت لك يشرفنا هذا المسلسل ديال اللي مخرجو المخرج ديالنا ادريس الروخ من مدينه مكناس، يعني شرف لينا وصافي. اخ تقول ادريس الروخ من تبارك الله عليك اخويا، راك جبتي لنا العز لمكناس تبارك الله عليك. ثلاثه المسلسلات ولا جوج المسلسلات في الاولى راه ما ساهلينش، مي برافو عليك ومسيره موفقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.